Crypter, un fichier Word sans logiciel. logiciel. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية جميع الإخوة المنضمين إلى صرح تبادل المعلومات التقنية سواء المنخرطين معنا في الواتساب وكذلك الفيسبوك ثم القناة اللي عندنا في اليوتيوب نتمنى التوفيق للجميع اليوم إن شاء الله تعالى غنتحدث مع الإخوة ديالنا المكافيف المكفوفين المكفوفات وكذلك ضعاف البصر على واحد الحاجة لي هي مهمه كنحتاجوها مزيان وفي الحقيقه ماشي يعني انا اول واحد اللي تكلمت عليها ولكن زياده خير خيرين او خير ان صح التعبير أه الحاجه اللي غنهضروا عليها هو تامين بعض الاشياء كيف يعني نديروا الحمايه لبعض الاشياء ديالنا ويتعلق الامر مثلا الكونت ديالنا في الفيسبوك يعني والمود باس ديالو كيفاش نسجلوه عندنا في البيسي ديالنا ونحتفظوا به رقم الحساب ديالنا في البنك مثلا رقم بطاقة كارت كيشي كما كنقولوا ليها بعض الدروس مثلا اللي كنحتفظوا بها خاصة البحوث بالنسبة للطلبة جامعيين يعني كيفاش نأمنوا هاد الشيء نديروا ليه القفل نديروا ليه الفيغوياج نديفيغوييوه باش ما يبقاش يتحكم فيه حتى شي واحد ويطلع عليه حتى شي واحد وهذه الطريقه اللي غنديروا هي مرحلتين كاين المرحله الاولى القفل ديال عدم الدخول الى هذا مثلا المحتوى ثم كذلك القفل ديال عدم التعديل يعني نقدر انا ناخذ شي بحث ديال شي واحد من الاخوه الطلبه وندير فيه التعديلات بالاسم ديالي ونبدلو ونحيدو دي ونغير ولكن ملي نجي نسجل غيطلب ليا المود باس الكود الا ما عنديش الكود راه ما عندي ما نبدل هذا هو الاهم في هذه المسألة اللي غنهضرو فيها إن شاء الله تعالى إذا مرحبا بكم معنا في هذه الرسالة البسيطة والقصيرة إن شاء الله تعالى اذا عندي واحد واحد القصه هنا واحد الحكايه غنمشي ليها عن طريق ال طاب <الطبيق> إذن هاد الطريقة اللي كدار كدار عن طريق مايكروسوفت أوفيس وورد 2007 فما فوق يعني الوورد هو اللي غيقوم بهاد العملية بدون أي برنامج هادشي باش مزيانة هاد القاعدة كنديروها بدون برامج ما نحتاجوش لشي برنامج اخر اول حاجه غنديروها علاش ما نقراوش شي شويه في هاد القصه نسموها تقرا عاد ديك الساعه ونديروا ليها القفل بسم الله على بركه الله J. Louis Braille, l'enfant de la nuit, Margaret Davidson, sommaire, Louis Braille, le petit garçon aveugle, la intime, le changement, l'alphabet de points, des diverses manières de dire non, difficulté, la démonstration de l'alphabet. Les dernières années, Louis Braille c'était une belle matinée de printemps. Louis était assis sur les marches de la véranda devant la maison et mille choses se passaient autour de lui. Des nuages ventrus se promenaient dans le ciel bleu, un oiseau construisait son nid dans un arbre tout proche, une vache passait dans le voisin, un lièvre d'étalais et une coccinelle cheminait lentement sur une herbe. Pourtant, Louis Braille ne voyait rien de tout cela. Ce petit garçon était aveugle. Il ne l'avait pas toujours été comme les autres. Durant les trois premières années de sa vie, Louis avait vu les arbres, les champs, la rivière, le ciel et les rues de Coupelet, la petite ville où il vivait. Il avait vu sa mère et son père, son frère et ses soeurs et la petite maison de pierre qu'ils habitaient. Le père de Louis était essayé, Le meilleur de France se plaisait, il a dire. À des kilomètres à la ronde, on commandait à Simon Braille des selles et des harnais pour les chevaux. Louis aimait écouter les conversations, les plaisanteries et les rire des clients, mais il aimait mieux encore les voir par points. اذا اخيرا حنا سمعنا شويه من هذا القصه ديال لويس برايل ومن لا يعرفه حنا جميعا المكفوفين وضعه في البصر كنعرفوا لويس برايل اذا بعد ما سمعنا لهاد القصه غنديروا المرحله او المراحل اللي غتدينا باش نسورتوها نديروا ليها الفيروياج باش ما يمكن حتى شي واحد يتخليها اذا غتتبعوا معايا خطوه بخطوه كنديروا الت اف

نظام 32 ولكن 64 كيقراها باش تاخذوا هذه الفكره اللي عنده النظام 32 ملي غيوصل هاد البلاصه راه جوز ما يقول فيه والو يعني الا ما قال والو يعني راه وصل هاد المبتغى ديالنا اللي هو هنا غنديروا دابا ملي وصلنا هنا اوتي غنديروا أو. السهم الفوقاني غنطلعوا الفوق سي سمعنا سي ما كيقولش فيها الناطق بالنسبه للجوز كانز والو بالنسبه لل7

يعني الا فات 6 راه ما خدام والو يعني اقل من 6 يعني اقل من 6 راه ما كاين والو ندير طابيلاسيو استيريسك هنا غندير الفرق ما بين المود باس ديال القراءه والمود باس ديال لا موديفيكاسيون ديال التعديل غندير انا هنا من 8 حتى ل 1 غنرجع للور 8 7 6 5 4 3 2 1

وكنديرو اسباس على اوكي كيطلب لينا نعاودو مود باس اذا المود باس اللي غنديروه هو الاول هو المود باس ديال عدم القراءه اللي هو واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وندير طاب غنديرو اوكي غنديرو عليها اسباس غيطلع لينا المود باس ديال التغيير ديال لا موديفيكاسيون ها هو هنا غندير 8 أستيريسك. 7 أستيريسك. 6 أستيريسك. 5 أستيريسك. 4 أستيريسك. 3 أستيريسك. 2 أستيريسك. 1 أستيريسك. ولكن واحد التنبيه اللي خاصكم تفهموها جميعا اخواني اخواتي اذا مشيتي تنسيتي المودو باس مشارك في الشيء الله يعاون اذا ندير طاب أوكي, اوكي ندير اسباس اسباس مودو اوتي او

هو تيطلب منا دابا المود باس بكل بكل حريه وبكل بساطه نعطيه المود باس ديالو الا دابا بقينا هكا بعد ما درنا اونطري وبدينا كنكريي مود باس غيبدا ينطق لنا بالاعداد بكل تلقائيه ولكن الا درنا طاب وما شطب ما كيبقاش ينطق بهم كيقول استيريس كندير واحد استيريس انا درت مود باس كتسمعوا استيريس 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 كاينين جمعات من واحد حتى لثمانيه نديرو هنا

انا زدت المهدي ندير كونترول اس نبغي نخرج مثلا من هنا علاش تسجل تزاد هذا المهدي لانني درت جوج مود باصات في الوقت في نفسه اذا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير تستافدوا مزيان في الختام يعني ملي كنعطيو لشي واحد مثلا يصح لينا ماشي يصح لينا يعني يطلع علينا على على شي ملف فيه مود باس ديال التعديل وما درناش ديال القراءه يمكن ليه يفتح هكا الملف ويشاهد ويقراه كله ولكن الا بغى يدير فيه شي تعديل ولا شي حاجه راه تيطلب ليه مود باس نتمنى تكون هذه الرساله مفيده للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>